من العاصمة المصرية القاهرة دكتور شفيق التلولي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أحييك سيدي. لو تحدثنا أولا حول التسريبات التي جاءت من مكتب نتنياهو، وطبعا نتنياهو ينفي هذه التسريبات، وحتى أنه تخلى عن من سرب هذه المعلومات من مكتبه، فهل هو يريد هنا دكتور شفيق أن يحافظ على منصبه السياسي، وبالتالي هو يريد أيضا أن يبعد الشبهات عنه برأيك؟ أولا التحية لك أستاذ حسن والأستاذ أمل ولجميع مشاهدي القاهرة الإخبارية. وهذه التسريبات بالتأكيد تضاف إلى سجل نتنياهو الأسود والحافل بالأساس بالفساد، فضلا عن الأزمة الحكومية الكبيرة والأزمة في مكونات النظام السياسي الإسرائيلي التي تزداد يوما بعد يوم جراء تلك الحرب الدائرة وجراء سياسة نتنياهو بالأصل، الذي يأخذ من هذه الورقة كطوق نجاة وكوصفة ناجعة لبقائه على رأس السلطة في تل أبيب. فهذه الوثائق وهذه التسريبات التي سميت بأسماء عدة، فهي تسريبات حول ما سمي في الأوساط الإسرائيلية فضيحة السنوار أو معتقل سيد تيمان أو حول آليات التفاوض حول صفقة الأسرى، كلها تؤكد أن هناك فساد كبير في مكتب نتنياهو. وإن كان الأمر ليس كذلك كما هو يقول أن هناك في المجلس الوزاري ثمة من سرب تلك التسريبات، فهذه أيضا مصيبة كبرى تدلل أن الشارع الإسرائيلي أو النظام السياسي الإسرائيلي يعاني من أزمة كبيرة وعميقة، وأن هناك تداعي في المؤسسة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية بعد التداعيات السياسية الكبيرة التي ضربت هذه الحكومة بكل مكوناتها، سواء على مستوى حتى المؤيدين لنتنياهو الذين باتوا ينفضوا من حوله، سابقا جانس ثم جالنت. لكن هؤلاء المؤيدون أو الأنصار يهاجمون المدعين العامين الذين يقودون يعني مثل هكذا تحقيقات، بأنهم يقودون حملة شعواء ذات دوافع سياسية ضد نتنياهو. لماذا هم يهاجمون هؤلاء المدعين العامين؟ هل هو استباق لما يمكن أن يحدث برأيك؟ بالتأكيد، لأن هذه مصلحة مشتركة بين نتنياهو وبين من يأتلف معه في هذه الحكومة، وحتى الشارع الإسرائيلي الذي الآن بات يفقد الثقة بنتنياهو بعد أن حاول أن يروض المجتمع الإسرائيلي وبخاصة ذوي الأسرى والمعتقلين طويلا، لكن الآن تتكشف هذه الوثائق لتعري نتنياهو وتعري هذه الحكومة وتحدث عدم ثقة بشكل كبير بين الشارع الإسرائيلي الذي عاد إلى التظاهر مجددا. لكن هل يمكن لهؤلاء المتظاهرين الذين عادوا مرة أخرى أن يكون لهم تأثير دكتور شفيق على مسيرة نتنياهو؟ أعتقد أن التظاهرات ستتصاعد في الشارع الإسرائيلي في الأيام المقبلة، سيما بعد ما جرى في هذه الحكومة من سياسات سبقها إقالة جالانت، ثم الآن إضافة إلى كل ذلك قرار الجنايات الدولية الذي يستدعي نتنياهو بالتأكيد سيؤثر عليه داخليا وسيستغله بالتأكيد خصومه استغلال جيد، وأن كانوا قد بدوا أنهم ضد هذه المحكمة، لكن واقع الأمر أن التنافس الشديد بين أقطاب المكونات الإسرائيلية بات تستخدم فيه كل الوسائل والأساليب بمن فيها هجوم على نتنياهو بهذا الشكل وبهذا المستوى. لذلك نستطيع أن نقول أن الحلقات تضيق على نتنياهو ولم يعد يحتمل كل هذا الخارج، سواء على مستوى الضغط الكبير عليه أو حتى أخيرا على مستوى قرار الجنائية ثم على مستوى تلك التسريبات. سوف نرى ما يمكن أن يحدث لنتنياهو في ظل هذه الفضائح والضغوطات كما قلنا. من العاصمة المصرية القاهرة الدكتور شفيق التلولي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أشكرك شكرا جزيلا.